بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 84 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. نضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول كثرت البيوع، ولكنني أسأل في رسالتي وفي سؤالي عن حكم بيع السلم وما مثاله في ذلك مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بيع السلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن عكس البيع المعروف. بيع المعروف تعجيل المثمن وتعجيل الثمن أو نقله في الحال. أما السلم فإنه يسلم الثمن في مجلس العقد ويتأجل المثمن إلى أجل معلوم. هذا هو دين السلم. مثلا قدم له 100 ريال في المجلس على أن يعطيه بها 100 صاع بعد 6 أشهر أو بعد سنة مثلا. نعم. حفظكم الله. هذا السائل سامي من جدة يقول: حدثونا يا فضيلة الشيخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عندما كان يتعبد في غار حراء، هل خصص ساعات محددة؟ وكيف كان يتردد على هذا الغار مأجورين؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم مخالفا لقومه في عبادتهم للأصنام وشربهم للخمور، عادات الجاهلية. كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على دين الفطرة، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يتعبد على دين إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، واختفى في غار حراء من أجل أن يسلم من أذى قومه. نعم. أحسن الله إليكم. من الإمارات السائل أبو عابد يقول: أضع القرآن وهو بحجمه الصغير في درج سيارتي لتحفظني وتحفظ سيارتي من الحوادث، فأخبرني أحد الإخوة بذلك، ما صحة ذلك مأجوري؟ هذا صحيح، لا يجوز حمل القرآن في السيارة أو في الجيب من أجل الحرز، يكون حرزا يمنع من الحوادث أو يمنع. هذا من استعمال الرقى والحروز، وهذا لا يجوز. لكن إذا ركبت السيارة تأتي بالأذكار المشروعة، تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر، إذا كنت تريد سفرا الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى آخر دعاء الركوب، ولذلك يحفظك الله. أو إذا لم تريد سفرا وإنما تريد مشوارا قريبا، إذا ركبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احفظني في نفسي وفي مالي وفي أهلي وفي ديني، تدعو الله سبحانه وتعالى بالسلامة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال ثاني يقول: ما أسباب قلة الأمطار في زماننا؟ أسبابها الذنوب. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الحديث أن منع الزكاة يمنع الله به المطر، فالأسباب لمنع المطر إنما هي من عندنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان
وهذا الزوج ليس عنده علم شرعي وهو يجهل الحكم، ماذا يلزمه؟ المسلم لا يجهل أن صيام رمضان يمنع من الجماع. ما معنى الصيام إذن؟ الصيام معناه الامتناع عن المفطرات ومفسدات الصوم، وكل يعلم أن الصيام أنه يمنع من الطعام والشراب ومن الجماع، لكن بعضهم لا يبالي، تغلبه الشهوة، الحاصل أن هذا حرام ويبطل الصيام، وعليه القضاء قضاء اليوم، وعليه أيضا صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. كان الأصل والتصلح الأولى من الكفارة نفق، ولكن الرقاب الآن غير موجودة، تبقى الخصلتان الأخيرتان، وهي إن استطاع الصيام يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا مع التوبة إلى الله عز وجل، وأنت مثله، يجب عليك مثله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل على المرأة حرج إذا أدخلت قارب لها بدون علم زوجها، وهذا الزوج لا يريد أن يدخل إلى بيته أحد من أقاربها؟ نعم، لا يجوز لها أن تدخل بيته إلا من يرضى به ويأذن في إدخاله، فإذا علمت أنه يمنع فلا تدخلهم في بيته، إذا كانت تريد الصلة تذهب إليهم وتزورهم ولا تغضب زوجها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل من سوريا يقول: عندي محصول من القمح، هل عليه زكاة؟ إذا كنت تريده للبيع، هذا المحصول تريده للبيع، فهو من عروض التجارة، تجب فيه الزكاة في قيمته، وإذا كنت تريده للاستهلاك ليس عليك فيه زكاة. نعم. المرأة يا فضيلة الشيخ، وإن كنت قد أخذته من مزرعتك، حتى هذا البر أو نحوه من مزرعتك وهو يبلغ النصاب، فإنك تخرج ربع العشر، تخرج نصف العشر إذا كان يسقى بمعونة، وإن كان لا يسقى بدون معونة من المطر أو ففيه العشر كاملا. يعني فضيلة الشيخ، المرأة هل لها أن تجمع أهل البيت من النساء إذا كان عندهم عزيمة أو تجمع من النساء وتصلي بهم؟ لا بأس بذلك، أن يصلي النساء جماعة بإمامة واحدة منهن وتكون في صفهن، الأفضل أن تكون في صفهن في وسط الصف. نعم. أخيرا السائل يقول: هل يجزي سبع البقرة في عقيقة البنت قياسا على الأضحية يا شيخ؟ لا يجزي في البدنة أو البقرة، لا يجزي في العقيقة السبع من البدنة أو البقرة، بل لا بد أن تخرج كلها في العقيقة، فلا يجزي فيها شرك في بدنها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، نشر الأحاديث الضعيفة عبر رسائل الجوال في وقتنا الحاضر انتشر، وعبارة تذيل بها الرسالة: انشر تؤجر، ما صحة هذه الكلمة؟ ونرجو منكم التوجيه. هذه الرسائل في الجوالات فيها خطورة عظيمة، فلا يجوز العمل بها إلا بعد التأكد من صحتها ومعرفة من نشرها، لأن هناك دعاة ضلال، هناك جهال، هناك مخرفون يريدون نشر الخرافات والبدع، فلنكن على حذر. فإذا جاءتك رسالة في جوال اسأل عنها أهل العلم هل هي صحيحة أو غير صحيحة، ولا تعمل بها بمجرد أنك تراها على الجوال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: ما حكم من صلى قبل الوقت إذا كان في الصحراء، هل يعيد الصلاة؟ بلا شك يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا إذا دخل وقتها، فمن شروط صحة الصلاة دخول الوقت. يعني. أخيرا فضيلة الشيخ يسأل يقول: من الذي نقط حروف القرآن وكذا التشكيل؟ نقطه العلماء السابقون، يقال إنه الحجاج أو غيره، الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ،
ما مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ مناسبته أنه دخل رجل بعدما قضيت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا صلي معه. نعم. امرأة تذهب مع السائق إلى الحفلات والعزائم وهي متعطرة آخذة بحجة أنها تعطر الأطفال الذي معها بنفس العطر الذي تستخدمه وتركبهم بالسيارة قبلها ثم تركب هي بعدهم، ما حكم هذا العمل؟ لا يجوز لها التعطر عند الخروج، يعني هذا يسبب الفتنة، ولا تعطر الأطفال، يعني يسبب الفتنة. وأما الأطفال إذا كان تزول بهم الخلوة بأن كانوا مميزين تزول بهم الخلوة فلا بأس. نعم. كم مدة القصر في السفر إذا كنا مسافرين ولا نعلم مدة الإقامة ولا نعلم متى سوف نعود؟ إذا كنتم مسافرين وأقمتم في بلد أو في بر ولا تدرون مدة الإقامة فإنكم تقصرون الصلاة لأنكم ما زلتم مسافرين. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة تسأل عن بعض العطورات والكريمات ترطيب اليدين والجسم التي يدخل في مكوناتها مادة الكحول، هل يجوز أن نستخدم مثل ذلك؟ إذا ثبت أن فيها كحولا يعني شيء من الخمر ولو قليلا لا يجوز استعمالها، لأن الخمر يجب إتلافها ولا يجوز استعمالها بالتداوي أو بالنظافة أو غير ذلك، يجب إتلافها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض التكبيرات، ماذا يلزمه؟ يدخل معه فيما بقي يعتبره أول صلاة أول تكبيرات، فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات على هيئتها وعلى صفتها، ما لم يخش رفع الجنازة فيتابع التكبيرات ويسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج أبو زياد يقول: فضيلة الشيخ، أدعو دائما ليلا أن يجعلني من الذين يصلون الفجر مع الجماعة في المسجد، ولكنني أضع المنبه وبعض الأيام ما أصحى إلا متأخر، فهل يلحقني إثم في ذلك؟ إذا كنت تعلم أن النوم ثقيل وأنه يغلبك فلا بد أن تعمد من يوقظك من حولك من أهل بيتك من جيرانك من أصدقائك، يتصل عليك بالجوال بالتلفون أو تجعل عندك ساعة منبهة، لا بد أن تعمل الأسباب بالقيام للصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول: نطلع للبر ونصلي جماعة على زل التأجير مؤجر وأخاف بأنها ليست طاهرة، فأضع شماغي تحت وجهي على جبهتي، فهل لي ذلك؟ الأصل الطهارة والحمد لله، ما لم تعلم أنها نجسة فالأصل الطهارة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: هل مسح الرأس للمرأة مثل الرجل؟ وإذا كان شعر المرأة كثيفا كيف تعمل؟ نعم، مسح المرأة لرأسها في الوضوء مثل الرجل، تضع يديها على مقدمة رأسها تبلولتين بالماء ثم تمرهما إلى قفاها ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه، وأما ما استرسل ونزل من الشعر فلا يلزم مسحه. يعني هذا السائل فضيلة الشيخ أبو عمر يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما حكم ترك الأمر بالمعروف والتغاضي عنه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، وهما من أصول هذا الدين أصول العقيدة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وهو بحسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي له سلطة سواء عامة إن جعله ولي الأمر من رجال الحسبة أو كان له ولاية خاصة على بيته فإنه يجب عليه الإنكار باليد، ومن لم يكن له سلطة فإنه ينكر باللسان، إذا كان يقدر عنده علم ومعرفة ينكر باللسان ويبين أن هذا منكر وأن هذا حرام ولا يجوز ويحذر من ذلك، وإذا لم يكن يعلم بالحكم فيبلغ
يبلغ المسؤولين ورجال الحسنة عن المكان والزمان والأشخاص الموجودين في المكان الذي فيه منكر، وإذا لم يستطع الإنكار باللسان فإنه ينكره بقلبه ويكرهه ويكره أهله ويبتعد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا كنت أنا وأخي مثلا نريد أن نعتمر عن أبينا، فهل إذا دخلنا الحرم في وقت واحد وطفنا وسعينا وحلقنا في نفس الوقت، هل تصح العمرة عن أبينا أم يجب أن يعتمر كل واحد منا في وقت يختلف عن الآخر؟ كله جائز، إن اجتمعتم وأحرمتم جميعا وأديتم مناسك العمرة جميعا فلا بأس بذلك، وكل واحد يقوم بهذه العمرة، فتكون عمر متعددة عن شخص واحد في آن واحد من عدة أشخاص، لا مانع. وإن تفرقتم واحد بعد الآخر فلا مانع. ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ لا ينبغي، ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة وقت، ولو على الأقل ما ينبت في الرأس شعر يؤخذ في النسك. أما متابعة العمرة في يوم واحد في وقت متقارب فهذا غير خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، هو جائز لكنه خلاف الأولى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: سوف نذهب بإذن الله إلى جدة، ونحن من أهل الطائف الشيخ، وسنمكث هناك أسبوعين، فهل نجمع الصلاة؟ إذا كنتم تريدون الإقامة في جدة أسبوعين فلا يجوز لكم جمع الصلاة ولا القصر، لأنكم أصبحتم مقيمين تصلون كل صلاة في وقتها مع الجماعة ولا تقصروا، تامة غير مقصورة. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، الهدي هل هو بمعنى الأضحية أم يختلف عنه؟ الهدي ما يذبح في الحج أو يهدى للكعبة المشرفة في الحج وغيره، هذا هو الهدي، ما يقترن بالحرم أو بالإحرام هذا هو الهدي. وأما الأضحية فتكون في الأمصار وفي البيوت في أي مكان، وهي شعيرة أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع؟ خطورتها عظيمة وخطيرة، لأنها تفسد المجتمع، تخرب الأعمال الوظيفية، تسلط الظلمة على الناس، وهي كسب خبيث، كسب حرام، وهي سحت. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، فهي منكر ظاهر يجب إنكارها ومناصحة من يستعملونها، فإن لم يمتثلوا إنه يجب رفع أمرهم إلى المسؤولين، يأخذوا على أيديهم، يجب فضح أمرهم إذا لم يمتثلوا ويتوبوا ويتركوا الرشوة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا متزوج من زوجتين، وحصل أن توقفت الزوجة الأولى وأجريت لها عملية جراحية كبيرة، ووعدتها عند خروجها من المستشفى بهدية، هل أهدي الثانية هدية أخرى؟ لا يلزم كذلك، باب كبر خاطرها بعد المرض والعملية فلا يلزمك أن تهدي للثانية، إنما الواجب النفقة، أن تساوي بينهما بإعطاء النفقة كل واحدة ما يكفيها وما يليق بها. نعم. فضيلة الشيخ، أولا يقول هذا السائل: ما أفضل الدعاء في يوم عرفة، وإذا وقف الحاج في عرفة وهو جنب؟ يصح الوقوف على غير طهارة، هو جنب أو على غير وضوء لا بأس. وأفضل الدعاء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكرر هذا الذكر ويدعو بما تيسر له من الأدعية من خلال ذلك. نعم. أبو عمرو من مصر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تحديد النسب بأن يقول الرجل لزوجته: نريد أن نتزوج ولكن سنخلف ولد وبنت فقط مدى الحياة؟ هذا ليس بأيديه، ما بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تحديد النسب،
كراهية الأولاد هذا من أمور الجاهلية، لأنهم كانوا يكرهون البنات وكانوا يكرهون كثرة الأولاد خشية من الفقر. هذه أمور جاهلية يجب تركها والاعتماد على الله، والنسل مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإن مكاثرون بكم الأمم يوم القيامة. نعم. له سؤال عن آخر عن التشاؤم، الشيخ يقول: من بعض الشهور فلي بعض الزملاء يعني يتشاؤمون من بعض الشهور، فقلت لهم بأن هذا مخالف للشريعة. هذا طيرة، التشاؤم بالشهور أو بالأشخاص أو بالأمكنة هذا من الطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. فيجب التوكل على الله، وبدل التشاؤم يأتي بالتفاؤل فيؤمن.